أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أقرض الوالد ولده مالا ثم احتاج ولده، إذا أقرض الوالد ولده مالا ثم احتاج ولده الآخر قرضا ورفض الأب، هل يأثم بذلك؟ ما يلزم الوالد أنه يقرض الثاني، لكن يلزم أنه يأخذ القرض هذا يستوفيه، ما يخليه له إلا إن كان يبي يعطي الآخرين مثل، ولا يلزم الوالد أنه يأخذ هذا المال ويستوفيه من المدين، من ولده المدين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.